بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بارك الله في جميع مقاصدنا في مقاصدنا وفي مقاصدكم. النسخ أو بحث نسخية. نسخ بمعنى إبطال، يشكل معنى كاني أو يشكل مع بمعنى نسخة هل قلتنا كوبي كردني شتيتي بوسر شتيتي النقل كردن تاخدير دا معنى إبطال لإبطالي لغة يورجي لأو النبا معنى إبطالي بمعنى دقيقا دير دا أو بيولي لو يورجي لأو تلك حكمك يدوايا حكمك أولا لبين دبا أبو معنى ما دوله. اختلف في أنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمده. اختلاف يدني أصوليون دا تعريفي نسخ دا داخوا نسخ نسخ بريتي لرفع حكم لا برني حكم شرعي تاكا يا بياني كوتاي بيهاتني موداي عمل كردن بحكمك كيف شيء هندي كتويانا نسخ عبارة لبري رفع حكمي بيشو هندي كتويانا رفع نسخ عبارة لبري بيان كردني كوتاي هاتنو بيان يافتني مودا وزماني حكمك كيف يشو والمختار رفعه أوان مختاره والمختار الأول تاكا لشموله النسخ قبل التمكن وسيأتي جوازه على الصحيح. قولي مختار قبل كي أولا وتعريف كي أولا يك تعريفي بالرفع بكري نكب بيان بيان بإدامكي ورفعش بإدامكي ونك الرفع بتنيا رفع إلى آخر بيان إلى آخر مختار أوي أوليا شنك أوي أول شامل نسخي بيج إمكاني أنجامي كاردبي تاكا نسخ حكمك نسخ بكريته وبيج ومكلفك إمكاني أنجام داني وفرستي أنجام داني كاركي هبيه كأوا صحيح أو جائزة نسخي أوا رفعك شامل حالي أو نسخي دبي أما بيان شامل حالي أو نابيه بياني كوتاي هاتني زمان كوتاي هاتني زمان يعني زماني فعلكي بوبزري وجاء وجار أتو بياني كوتاي هاتني بكي أغا قرار وابيا بيج أوي كابرا تمكني هبي وإمكاني أنجام داني هبي أتو النسخي بكي أو بينالا بياني كوتاي هاتني مودا شنسا مودا هردسني بينا بواتا بياني كوتاي هاتني بكي بس اي اولا مختارة شاملي حالي نسخي قبل التمكن دبيع وكو شاملي اي نسخي دي كش دبيع نسخي قبل التمكن يجلوي بدوا ديكا جائزة على القول الصحيح ما دام جائز بيه دبيع تعريفك اي وابكين شاملي حالي ويجب بيه. والمراد من الاولي انه رفع الحكم الشرعي بخطاب بس كل كده بتأوى رفع الحكم الشرعي بخطاب مراد لي أولا كرفعك يا أجي تتمك يا رجل خين تتمك يا أويا مراد لوك أولا أويا كنسخ رفع حكم شرعي رفع حكمك يا لو لحازي كتعلقي بفعل مكلفك يا بسطوة رفع حكم شرعي من حيث تعلق دواق هذا رفع تعلقك يدكي دنا حكم شرعك وكو كلامي نفسي الله تعالى وهر موجود بقراره ولي اتوب بياني اويدك كمتعلقني بفعل مكلفك رفعي تعلقك يدك لدى حق ده رفع حكم شرعي بلحاظ تعلق بسني حكمك بفعل مكلف يوا تعريفي نسخ رفع مصدر بلا نسخ رفع كردناي مصدره ويج مصدره تعريفه كشي مصدره وخشي مصدره رفع نسخ تاكا نسخ رفع حكم شرعي رفع حكمكي من حيث تعلق بصني حكمكي بفعل مكلفي جا رفع حكمكي بوسيله خطاب رفع بوسيله خطاب فخرج يعني رفع بوسيله قياس نابي رفع بوسيله عقل نابي رفع بوسيله عقل فينا للنسخ تاكا رفعي بوسيله خطاب شرعي لبت النسخ رفعي حكمي بيشو بوسيله خطاب جا خطابك قران بيا سنه بيو بيدل النسخ قياس الناكري بقياس الناكري ده حق قدام مستندي قياسك مستندي قياسك خطاب
تمام. فخرج بالشرعي أي المأخوذ من الشرع رفع الإباحة الأصلية أي المأخوذة من العقل، وبخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة، وكذا بالعقل والإجماع. وذكرهما اللي ينبه على ما فيهما بقوله فلا دلا خارج بو، ما دام نسخ بريتيا لرفع حكم شرعي بوصل إلى خطاب، ما دام تعرفي أويا خارج بو بشرعي رفع حكم شرعي بو قيدي خارج دبي شرعي واتا ورجيرا ولا شرع تاكا دياني حكم يقا ورجيرا ولا شرع النبي رفعي بينال النسخ حكم شرعي رفع حكم شرعي حكم مأخوذ من الشرع دبيت النسخ خارج بو بشرعي شرعي جواتا مأخوذ من الشرع رفعي حكمي تيكا مأخوذ من العقل رفعي إباحي أصلي أشياء إباحي أصلي كأو إباحي مأخوذ بالعقل. أصل دا أشياء دا إباحانيا أو إباحي لا بري حكمي تجاي بزين بكي أو ديار حكمك أو رد لا بردوا بخطاب جلات شوا ولي أولى بردنا بينال النسخ شن حكمك يبيش حكم شرعي نبوه تمام؟ رفعي إباحي أصلي واتا إباحي يجي كمأخوذ لعقل تاكا أو تفسيري أصلي بونا كيدكا رفع الإباحة الأصلية واتا أو إباحي كأصل دا أشياء دا ما دام أحكام شرعي نهات بي أصل دا أشياء دا إباحية تمام؟ وبخطاب الرفع بوانا خارج بو بقيد خطاب دل رفع حكم شرعي بوسيلة خطاب واتا بوسيلة كلام بوسيلة خطاب الله تعالى تمام خارج بو رفع حكم بوسيلة موت شاكك كابرا بمري او حكم كيل سر لا دتي يا شيد بيه شاكا يا غافل بيه رفعي حكم بوسيلي مود يا جنون يا غفلد او بين على النسخ وكذا رفعي حكم بوسيلي عقل اجماعيش خارج دبي بو قيدي تاك ايش خارج دبي هر وكو رفعي حكم بموت وجنون وغفلد خارج دبي ايش بعقل شو كعقل اجماعكش خطابني ني اجماعك فعل مجمعينا وني اتفاقي وانا عقل هجان خطابني لي أويش خارج دبي ونا وذكرهما اللي ينبه على ما فيهما بقوله فلا نسخ بالعقل شاكا بلا رفع الحكم الشرعي بخطاب وذكرهما لينبه على ما فيهما جاك وذكرهما فلا نسخ ولذا مجدد ولا نسخ بالإجماع بلا دلا وقت يجي كتويتي خطاب رفع الحكم الشرعي بخطاب لازم نأيدي واردي تفصيلي ببلا بلا رفعي بموت رفعي بجنون رفعي بغفلة رفعي بعقل رفعي بإجماع بين على النسخ قلتي بخطاب خد بخد يعني أوانا بيان ناكتري ولي لبيني هموي أوانا دا رفعي بوسيلة عقل إجماعي بتاي بس ذكر كردو وتسريحي بيا كردو كنسخ بوان بين على رفعي حكم بوسيلة وان بين على فلان لبر أو اعتراضي كتيان دا هيا وذكرهما لينبه على ما فيهما بقوله فلا نسخ تاك فلا نسخ بالعقل ونيا وتا ليبين على تفصيل شكتيان داهي أقوال شكتيان داهي النق لينبه على عيب شكتي داهي عيب تيدانيا أو معلومة لا نسخ بالعقل ولا نسخ بالإجماع ولي بعض كسر كتويا أنا نسخ بعقل رفعي حكمي بعقل أني وبردو بنسخ بعض رفعي حكم بإجماعي أني وبردو بنسخ بوي ديوه تنبيه لسر ضعفي دواخدا أو أقوالا نبكا نك تنبيه لسر عيبي كددو قولك إداهايا خلاصة اللي ينبيها على تفصيلك كددو دوان إداهايا دا رفع حكم بوسيلة عقل وإجماع دا تمام؟ نك اللي ينبيها على عيبك كدو دو قصيداهايا كنسخ بوان نبي يعني اللي ينبيها على تفصيلك كددو
اشتان دا هي دا رفع حكمه بوسيله عقله بوسيله اجماعه دا جا ذكري كردون بوي تنبيه بكا تنبيه كش بو قولي بكا يا ذكرهما بقوله او متعلقه بذكرهما ينق لينبيها بقوله يا وانيكا متنازع فيه هردو كانا ذكرهما لينبيها ذكرهما لينبيها ذكرهما بقوله لينبيها بقوله بلا دبيت تشي دبيت متنازع فيه دبيت متنازع فيه هردو فعلك يعني بقوله كذا بيت متنازع فيه ذكري كردون بوي تنبيه على تفصيل شكتيان دا هيبكا بقول خوي كذا الله فلا نسخ بالعقل ما دام نسخ عبارة بلبري رفع حكم شرعي بخطاب كوابو نسخ وجودي نبا عقل يعني اويك عقل رافعيتي في نال النسخ وقول الإمام الرازي من سقط رجلاه نسخ غسلهما في طهارته مدخول فيه مدخول قول إمام الرازي ككتويتي كسيق دولاق كاني برن تاك دولاق كاني نمينن نسخ دبيت وشتنيان دا طهارتي كابريدا ودا طهارت أعم لغسل لا أويديكا تاك دا زنشتني دا أو حكم لسري نامينيه أو قصيا مدخول تاك يعني فيه دخل يا دخل معيوب أو قصا تاك مدخول يعني فيه دخل يا دخل يعني فيه عيب بو عيب تداها يقصك حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخا فإنه مخالف للإصطلاح بو يا معيوب أقصك چونك لا بردني وجوب غسل شني لاقا كان بوسيلة عقل بويش بوسيلة عقل رفع دبيتونك محل غسلك ساقد بو فرز ما أويا أوي كدوتا نسخ بنسخ نيود بردوا دي جاوت عيبك أو بو عيبة دلا عيبة مخالف للإصطلاح مخالف للإصطلاح إصطلاح بوينال النسخ تاكا وكأنه توسع فيه جاء أو عيبة قوري بو كردو أو إمامة قوريا دلا أبيش دزاني مخالفي استلاحي وانا توسعي دا كلمين نسخي دا كردو يعني عامتر لإستلاحي أصوليان بكاري بردوا كبتوية النسخيني وحكم ناميني وأهدنا أبيش أغالي ويهبوا أصوليون بوين على النسخ منظوري اللي ويبوا واجبوني لا قيدر حقيوي نامين مثلا واجبني بشي اسككي بشوائي سري لاقا كيف منظوري اللي ويبوا توسعي دا بكار هناني كلمة كي داكر دو بلا بلا معلومة معلومة ولا نسخ بالإجماع لأنه إنما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إذ في حياته الحجة في قوله دونهم ولا نسخ بعد وفاته نسخ وجودين بإجماع شن إجماع إنعقادكي ومنعقد بونكي دواء وفاتي في غنبري صلى الله عليه وسلم منعقد بوني معتبري ها دنا بعد زمان يوجد منعقد ببي إجماع ولي حجة دا كلامي ويدا ندا إنعقادي إجماع دا إجماعي معتبر إنعقادكي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي شند حياتي ويدا حجة بلغة دا قولي ويدا ندا قولي مجتهدين دا تاكا إجماع دواي وفاتيه دواي وفاتيه نسخ وجوديه چونك نسخ تشريعه تشريع دواي وفاتيه لشوفه ولكن مخالفتهم أي المجمعين للنص فيما دل عليه تتضمن ناسخا له بلام فشيدا نماند مخالفين أهل إجماع دقال نصيه دوشتي داك نسك دلالتي لسدك يعني دو حكمي داك نسك ديجينيه مخالفت بو مدلولي نسكي نك مخالفت دقل خدي نسكي بلا ونسان قبولني أهلي إجماع ركاف ليش دبي شاكا مخالفتي مجمعين دقل نسي دا مدلولي نسكي دا مخالفت دا مدلولي كي دا متزميني ناسخي نسكي يعني أو إجماع بلغي لسر أويك ناسخيك هبو أوان بيان زانيوا متلميني ناسخة دنا بخوي ناسخني ناسخك دبيت مستندي إجماعك تمام بلا ما
وشي دلن أو إجماع بعرف الناس هو دهر ومستند قبل الناس قبل مستند كمعلومني أبو ما قم مستند ما المعلوم بس كارمان بإجماع أبو مستند كبد أزمان نجيش دوا كان يو هيك مستند إجماع واحد معلومني أه تمام؟ ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط. درست على الصحيح نسخ بعض القرآن. ديار النسخ كل قرآن دروزنيا. شاكا لا برني شريعتي كان بتوري كامل لا يجوز. لا يجوز عقلا لا يجوز يا نقلا لا يجوز. أه؟ بو هردوغلا. نحن نقول أن هناك أن نسخ إنشائيات إنشائيات جيكا جي بقرية لجياتي وي بلا نويجي بخن بلا سر بفرز خلاي دامدن لجياتي ما جي روجو بلا چوار روجان بروجو بل رقابة بكاري خلية نيجيريا جائزة عقلا أما نقلا جائزنيا إيه بو جائزنيا وكو شريعتي بيغنبري دي منصوبون وجائز بوا بو جائزنيا بلا جائزة على الصحيح نسخي بعضك لقرآن نسخي من جهة التلاوة شو من حيث الحكم يجي من حيث يجي كان تلاوة وحكما منسوخ به يا تلاوة منسوخ به وحكما باقي به يا حكما منسوخ به وتلاوة باقي به وقيل لا يجوز نسخ بعضه ككله المجمع عليه تاكا بلا بعض كتويانا جائزني نسخ بعض القرآن وكو نسخ كلكي جائزني كمجمع عليه جائز نبوني نسخ كلكي ونيا نسخ بعض الشيء جائزني وقيل لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم والعكس تاك دل نسخ بعض كي دروزني يعني نتلاوة وحكما نا أحدهما أو عامة قيل دل جائزني نسخ بعض بهرسي قسمي وقيل لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم والعكس قيل شيء دلت بعض كيدا جائزني نسخ تلاوتي بحكم يا حكم بتلاوة يا ذكري هر دكان أما تنبتن جائزني لأن الحكم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر بويا أو قيل دوام دلا إيشان بي إيشان دروزني دا بعض دا چونك حكم مدلول اللفظ وقت شيء مدلولي ويا فإذا قدر انتفاء أحد ما أقف فرز بكريا منتفي بوني إيش كان لازم دي انتفاء أويدك چونك ما دام مدلول نميني معنى ودال لجنة ما ودال نميني مدلول لجنة ميني قلنا إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراعى فيه ذلك فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له وإنما هو مدلول لما دل على بقائه وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له فإن دلالته عليه وضعية لا تزول قلنا ده جوابي أويدا أو وقت إيش لازم دي لانتفاء إيش عن انتفاء أويدك أجر مراعاة بكري وصف دلالة تاك ده لفظ مدلولة كيدا وصف دلالة تدا مراعاة بكري دال بوصف دال بونيا لفظ بوصف دال بونيا معلومة أجر منتفي بها حكم مدلولة كش منتفي بها مدلول كش بوصف مدلول بوني ما دام منتفي بدال لكش منتفي دبي او لزوما وقت ايش كمراعاة بكري وصف دلالة دال دال مدلول كيدا ما كده وما نحن فيه او كما قسيل ذكين قسل النسخ ذكين ما نحن فيه ما نسخ احكامه ما نحن فيه ما مراعاة نكرا وتيدا ذلك وصف دلالته هو ما قد لين لفظك النسخ دبيتوا نالين بوصف دالبون النسخ دبيتوا بوصف دالبون لسر او معناي بوصف دالبون النسخ نابتوا بوصفي نسخ دبيتوا ك مدلولكي عملي بينك لنين شي دلالتي لسر مدلولكي نكا تاكا
ما نحن فيه ما مراعاة نكرة وتيدا وصف دلالته دا بحسي إي منسوخ بوني دا. فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا كدلين حكم دمينيته ولفظ نامينيته ما نوي حكم بلفظ بلفظ بوصفين كمدلولي لفظ كيبي من حيث مدلولي نامينيته لفظ نواواتا أو مدلولي بمينيه من حيث أوا مدلولة بوناسخ كي لو جيته ودمينيه من جهة مدلول بون بو ناسخة كي نب بو منسوخة كي بقى حكم كي ببي لفظة كي بوصف أو إن مدلولي إي لفظة كي بي وإنما هو مدلولي أو شتيك دلالة لسر بقاعدة كاك ناسخة كي تمام أو جار لا كي ديكش انتفاء حكمي بي لفظيش أو جار كحكمك منتفي دبي لفظ منتفي نابي بوصفين كمدلولي أو لفظة بوصفي منتفي نبوا فإن دلالته عليه وضعية دلالة اللفظ لسر معناه كيخوي لسر حكم كي دلالته وضعية لا تزول لا ناتية وإنما يرفع الناسخ العمل به ناسخ كخونا أو مدولي أو لفظين دلالة أو مدولة عملي بناكري نسخ عمل كردن بلفظة كي ما مدولة كي جاوزر سؤالك قول مثلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أو اللفظة كي موجودة حكم كي منسوخة. ضلين أو لفظة بصفة أو كدلالة بكالسة أو حكمي هرحية. أي معلومة. ناسخة كخونا له لفظة ومعناه لي والناجيري. ناسخة كأيك دي كده. ناسخة كدلالة أو معناه إيك لو لفظة والناجيري كاري نماوة. كاربورد نماوة. ناسخة كدلالة ناسخ كهر شيء شيء بقرآن بسنة بهر شيء شيء. يعني يا أو يا قرآن أي شيء. بريش. تمام. هذا قرآن إذا قرآن إذا بما اشتواها يا أي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نأتي بخير منها يا أو خير منها يا أو جاي جزيني ويد جاء لفظ بجاي جزيني لفظ به. حكم بجاي بزيني حكم بيه تمام واضح اشتكى تمام وقد وقع الاقسام الثلاثه شاك اول دليل كان ينقو جاء او جاء للدليل امشي ندري اصلا رسما وجودي هي اقسام الثلاثه النسخه لاسلام لا وجودي هي شلون مخالفتي ذيك وقد وقع سهل الجواز هل واقعي شا شاك اوا جواز عقلي كمان إثبات كر أو دليلي بو عدمي جواز دهندرا ورتمان كر دوا أو جار سر للجواز بوكزرين نسم وقوعي هيا أقسام سلاسين نسخة روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل 10 رضاعات معلومات فنسخن بخمس معلومات تاك الرواية كردو مسلم لعائشة رضي خداي لبك فرميتي دني دا قرآن دا ودني قرآن دا هبوا 10 رضاعات معلومات تاكا بو تحريم رضاعه 10 رضاعات معلومات كتحريم الدكن او القران دا هبوا دا 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 رضعه تحريم نكاح فلان او اذا دا القران دا هبوا نسخ كرانه وبخمس معلومات خمسه معلومات كاش نسخ كراوه تولف زكي واللي حكمك يا الماوى تاكا فهذا منسوخ التلاوة والحكم أو 10 رضاعات معلوماتي كذا قرآن داهب وحضرت عائشة لفرمية الآن نماوى نحكم كي ماوى تاكا نا لفظك شي ماوى نا آياتك شي ماوى منسوخ حكمك شي وتلاوتك شي يعني معلوم به ثابت به وروى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم أو إدامك آوايا إمام الشافعي وغيره إلى حضرت عمر رضي الله عنه روايتي أن كردوك فرميتي أجر خلقنا أن كتبايا عمر القرآن يزياد كردو أمن دمنوسي أو آتم دمنوسي آتكش أويا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم
شيخ الشيخ المحسن ومحسن أجزنا كن ردم يعني كان حتما أو أورز كنا النكال وتنبيه كنا الآن الله تعالى والله عزيز حكيم. فإنا قد قرأناها تشنك أما أوما بعنوان القرآن خمد وتوا يعني حضرتي عمر قرآن بوني أواني باس كدو كوانا وقتي قرآن من قد قرأناها معنى هو دعاية منسوخ بوتوا ولي دي أجا 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 قرآني واقعي بوني نسي وأجا نواقعي بوكتو يدي دم نسي منظوري لو نبو منسوخ نبوه تاكا چونك جا منسوخ نبا دي نسي ولي منسوخ بوا استويتي بينوسي منظور اللي هو كبينوسي بو خلق فراموش انك كو حكمه الاسلام دا هي ولي جوري تي بنوسي كمعلوم بيوكو حاشيان معلوم بيو منسوخ التلاوه يا بلام ترسي اويها بو كخلق لو في رو فرجي حالي نبي ومنسوخ التلاوه سري لي درنس جو بكات القران بكات القران ورسما بلا نوع عمر القران زياد كله بروني كده وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي لولا ان أمتي حديث عهد بالإسلام لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت له بابين لها بابين أقا حديث العهد نبان كعبة تخريب ذكرت درك كم دو دركم تي ذكرت ووكو قديم آوابوا شاكا دسي لو أنا كي هل قرتو لبر خوفي فتنة جورتر لبر خوفي فتنة دنا معلوم بك او ايه منسوخه شتيجي تاكري او نوع التفسير اللي قدانا وي اسلامي وتوضيح داني اسلامي يا ابو خلجي تمام دأوا فهذا منسوخ التلاوه دون الحكم اوا منسوخ التلاوه ولي منسوخ الحكم حكمنيا حكمي رجمي هرماوى لامره صلى الله عليه وسلم برجم المحصنين تاكا چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم دستوري برجم محصنين دعوه نشتوى إعراب دعوة محسنين يتين شاكا محسنين يعني محسنين ومحسنات تواقع دا أو جمعي منزولة شاكا وهما المراد بالشيء والشيء أها وهما يعني أها محسنين آه برزم المحسنين آي بياوجن وهما المراد تمام تمام رواه الشيخان او امري پیغمبر صلى الله عليه وسلم برزمي محسني محسنين شيخان روايتي عن كردوا هما المراد بالشيخ والشيخ منظور للشيخ والشيخ اي تكشر او منظور هر بير بياو بير جنيا او منظور كمعمولا جا محسن بو بير شاء او لو بو اعتباري بيان كترا الشيخ والشيخ تمام ومنسوخ الحكم دون التلاوة أو دو قسم ومنسوخ الحكم دون التلاوة كثير أوش كحكم منسوخ بتلاوة منسوخ نبي مثال زورة منه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج شاكا أو لفظك ما وتلاوة كي ما وحكمك منسوخة فنسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أو أنيك دمرن لنقول مسلمان أنو أزواجي كي لباشقوان بجديلن تاكا واجب وصيتي يبكن بو يا وصيت دكري بو أزواجيا أو يا بو خوان دبي وصيتي يبكن يا وصيت دكري لترب إسلامي ران نسبة بأزواجي وان تاكا كا وصيتي متمتعون إلى الحول متمتع بهرمن لإمكانات كابري بن لمال ومسكنه خوراك وهتاوك وصلت وعوده به يعني صالك مدعي عدتك يعني دي منسوخة بو آتك دفرمية تربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة شهر ما نقود روش جابوا أويدك يا ناسخي برعكسك يا ناكي دلاخة ومتأخري في النزول متأخري في النزول ناسخة لتأخره في النزول بوي أو كراوة ناسخي ويشون أو ده نزول لا متأخر لوي كما قال أهل التفسير وإن تقدمه في التلاوة بعد ترتيب بند قرآن جدا ليلة بيجبه تمام ويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن صحيح جائز على القول الصحيح نسخ فعل بيش تمكن لفعلكي
قبل التمكن منه بيجوي إمكاني أنجام داني فعل كتب بأن لم يدخل وقته أو دخل ولم يمضي منه ما يسعه نسخي قبل التمكن قبل التمكن لفعل كي بوجوريك وقتي يسادان هات بيه يا وقتي دا هات بيه أما نقزر بمدة زماني كي ك يسعه كأو مدة زمانة وسعتي أنجام فعل كي هبي وبكر فعل كي دو زماني دا أنجام بدري وقيل لا يجوز لعدم استقرار التكليف قيل لي نابرة قبه يا بن قيل أصولي دا دبرة تاكا هيس قصي يقني قيل يجي لبن قوني نبيه تاكا وقيل لا يجوز وقيل دل جائزني تنك قبل التمكن استا تكليفك مستقر جيقرت نبوه تاكا هر مقدمات هتا نقات الزماني خوي هر وقت في إعلام كرني وايا إسا مستقر نبوة جائزنيا تاكا مش دلين استقراري ناوي استقراري بوچا تاكا استقراري بزحمة تريش هتا استقراري نبوة لكول بيتوا قلنا يكفي للنسخ وجود أصل التكليف قلنا كافية بو نسخ كرنوي وجود أصل تكليف كي با استقراري شي حاصل نبو بيه شيء ده لده باستقراري يبي فينقطع به كأصل تكليفه كي هاتجي فايدة نسخه كي أوي أصل تكليفه كي منقطع ده بيه أو بيواي بفايدة ده بيه بفايدة نبي أي هتا دلالتا مستقر نبي نسخه ده كي ونسخه كي بفايدة دلال بفايدة نيتون وكو أغا مستقر بو لا تبرد فايدة هبو مستقر جنبه لا بردنا كي هر فايدة كي أوي تكليفه كي قطع ده بيه أو إعلام كنيكا ولو إعلام بو آيان دجبي قطع دبي وقد وقع النسخ قبل التمكن في قصة الذبيح وجار عملني شيخ سلتي لكي فلانكز نسخ قبل التمكن داستاني حزرة إسماعيل داهاية فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم أمري بيكرا حزرتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام با سربريني كركي حزرتي إسماعيل عليه الصلاة والسلام لبرأو آتك بحكاية لزبان حزرتي إبراهيم وخوي تعالى دفربي يا بني كرم أمن دمدي دخويدا واتديوم دخويدا كأمن أتوم سر دبري باشان كو أمر بسر بريني أو خون نشان دانا أو خون ديتنا ثم نسخ كراوة شوك الرؤيا بيغمبران وحيا ثم نسخ كراوة وزبح سر برينا كي بيج أويكا إمكاني أنجامي زبحيها بي بود بس هذا زاين نسخ كراوة وشوك القرآن دفرمي وفديناه وخوي معناه نسخ ما كدوي طول ما بو نار يعني او دستوره بزبح حمان لبين برد وفديناه بذبح عظيم ذبحك عظيم من اما كرد تولي اسماعيل عليه الصلاه والسلام جاد الاخو تش معلومه او قبل التمكن بو لو انا ما نجي شي بيشو بجا او جاركاني خدا تعالى او فيدي نار بيو او دستي هالقربيه دلو احتمال ان يكون النسخ فيه بعد التمكن خلاف الظاهري من حال الانبياء في امتثال الامر من مبادرتهم الى فعل المامور به وان كان موسعا دلا احتمال او كنسخ دا ما ذكر دا بعد التمكن بخلاف ظاهره كظاهر حال الانبياء تاكا كظاهر حال الانبياء امتثال ظاهر حال الانبياء د امتثال امر دا كظاهر حال الانبياء د امتثال امر الله تعالى دا عجل كردني انا بو انجام داني مامور بيك ولو مامور بيك زمان دارج بيه پیغمبران شان انوايا اگر شتك زمان دارج بك تنو يجبك بان يجك د ساعات شي وخد ما بها د سزو دس بيدك وني بي خوش زو امتثال بك فقط كارثة بجورنا امتسالي شي كدوم بادرتي شي كدوم امتسالي امتسالي يعني هاتو سري شي بقول الله صبرنا كنا هاتو تدي تاخنا هاتو تدي دبو هات با ديو تاكا قيدينيا او بدا قدرتي ويدانا و تمكنك
جاري چي ديك يجي تشتري في دهنا در هالصورة زمانك هبوا زماني تمكنك هبوا بلا او معلوم يا كا في دهنا با معلوم جبوبيه هر تمكنك هتاد لكاركي تواود بيه هر تمكنك ناتجي او هر قبل تمكن بوي تمام جاء او جار فرزنا واجنبي اشكالي ني عقلا اشكالي ني قبل التمكن يجبي او اما بو زياده بارو دلين او عملا روي داوا او نسخي قبل التمكن جاء لي ردوا عن مزكي بلا و والنسخ بقرآن لقرآن ويجوز على الصحيح او عطوه وصير في شيء شاكا هل سر او وهب ويجوز على الصحيح نسخ بعض القران تلاوه وحكما او احدهما فقط او جار ونسخ الفعل قبل التمكن والنسخ بقران لقران وسنه دست على القول الصحيح نسخ كرنوا بقران جاء نسخ بقرآن يا نسخ بقرآن يا أبو سنتي يعني قرآن ناسخي قرآن بيا قرآن ناسخي سنتي بيا وقيل لا يجوز قيل قدر جائزني جائز نبوني شرعي منظور النقد عقلي لا يجوز نسخ السنة بالقرآن جائزني نسخ السنة بقرآن شو قرآن ده فرمي لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم شو قرآن ده فرمي امن قران بو ناردوي بو اتو بيان كي بو خلشي ما نزل اليهم او كبوان نازل كراوان بو بيان كي جعله مبينا للقران ببي او اتي خوي تبارك وتعالى في غنبر صلى الله عليه وسلم كلوتا مبين قران لتبين للناس ما نزل اليهم ما نزل اليهم يا بو بيان كي كواب فلا يكون القران مبينا للسنه ونيا قرآن مبيني سنة نابع نسخ بقرآن شاك لقرآن أو لسنة هو مخالفة كي دقل شهية دقل نسخ بقرآن لقرآن نيا نسخ أو قسمتين منزولة وقيل لا يجوز نسخ قرآن بقرآن إشكالي نيا ولي لا يجوز نسخ السنة بقرآن شنك خداي تبارك وتعالى في غمر صلى الله عليه وسلم بعنوان مبيني قرآن راقع عندها كوابو قرآن مبين قرآن نابتا في غنبري كدوتا مبين قرآن كوابو بوي دور لازم نيا قرآن نابتا مبين سنة لتبين للناس يعني بأحاديث خوتو بأعمال خوتو بوي بوهم بيان بكي في غنبري كدوتا مبين قرآن قرآن نابتا مبين سنة قلنا لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله تعالى مانع لوينك كل شيء مبين آخر بنو يعني قرآن مبين سنة بالنسخ نوع بيان آخر قال الله تعالى وما مانع لوينك وانك قرآن ناسخ سنة بيتك هر دوشان هر لطرف خداي ران هجان نئي في غنبري لطرف خداي صلى الله عليه وسلم خداش كوديارة قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى شاكا وما ينطق عن الهوى لي ودجري وما يفعل عن الهوى شفرغناك اي خداي تعالى دفر من پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناطقي لروي بسي نفسانين ان هو الا وحي يوحى او نطقي كديك وحيك كبويد النجري ويدل على الجواز قوله تعالى ونزلنا والحاصل آية كمعنى يا أوانيا أما قرآن ما من بو نازل كدوي بوي بيان بكي تبا قرآن بيان بكي تبا حديث بيان بكي ما نزل إليه ما بو بيان بكي ما نزل إليه ما كشر قرآن يا تاكا ويدل على الجواز أو الرد قصيته أو جار إثبات جوازه قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أما قرآن ما بو نازل كدوي مبيني همو شيء إشي أز جملة همو شيء إشي سنتي في غنبر صلى الله عليه وسلم وإن خص من عمومه ما نسخ بغير القرآن با نسخ إشكرابة با خاص إشكرابة لعمومي أو كل شيء أي لعمومي أو آتي أو شتاني كنسخ كراونا ولا سنة بغير القرآن
وليسر في نظر اللوان خبوه مبينا لكل شيء كل شيء حديث اجدقريته وسنة اجدقريته تمام؟ ويجوز على الصحيح أن نسخ بالسنة للقرآن درست على الصحيح نسخ نسخ بسنة سنتي متواتر يا أحد متواترة أو أحدا سنتك متواتر بيا أحد بيا للقرآن نسخي نسخي نسخ بسنة بقرآن وقيل لا يجوز لقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي چونك خوي تعالى بيغمبري دفرمي أتو بيان بلا بلا من حق مني تبديل القرآن بكم بي قورم لطرف قومه والنفس والنسخ بالسنة تبديل منه أذا قرار وابي نسخ القرآن بسنة دروس بي أواد بيتا تبديل لطرف بيغمبري الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ليس تبديلا من تلقاء نفسه وما ينطق عن الهوى أو دقوي علة دال ما قبلك أو نسخي قرآن بسنة نابت التبديل من عند نفس تبديل من تلقاء نفس أو بسنة نبي وهروا بهوا انتبه دنا سنة تيكا شرع بيه نابت من تلقاء نفسي في غمر صوصة لحقدني تبديل مكيني لخوته ببي وحي من سنة وحي في غمرية وحي خداي تعالى أبو في غمر صوصة ويدل على الجواز قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم تبين خونا الله هرب قرآن يتبين بكي تبين بسنة خوش دي هو جو الدالي على الجواز لا أولا استدلالك كيف ردك هاته دواء الدليل بو جواز جدين توا ده مكارك إذا أواب وقيل يمتنع نسخ القرآن بالآحاد لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون قلنا محل النسخ الحكم ودلالة القرآن عليه ظنية قيل دل ممتنع نسخ القرآن بسنة آحاد شو القرآن مقطوع المتنى وأحاديث مظنون المتنى قلنا محل النسخ الحكم محل النسخ حكمك يا نسخ دبته وقول لفزكانين ودلالة القرآن عليه ظنية دلالة قرآنش لسر وانيش لسر حكمك ظنية لسر حكم أو جهيك نسخ دبته أو حكمك مدينة سر ونسخ بلا محلي نسخية محلي نسخية حكمة دلالة قرآنيش لسر حكمكي ظنية ظنينا المقطوع به ظنية دوامكي فرغناك أي دلالتك هر ظنة بأي دلالة لسر بقاش بكا بقاكش هر ظنة أي مقطوع به دلالتك حتى دلالتك هر ظنة بمعنى أي ودالي على باقي بوني همو همي شيء قطعني أي شوني تمام قرآن قال نسخ دي بيتوا حكمك هي نسخ دي بيتوا حكمك شي مظنونة أقا مظنون الدلالة جنب قرآنك لسربي مقطوعش بحد أقل بقايا كي مظنونة أي والحق لم يقع إلا بالمتواترة أما قصد الجواز ذلك إن بلام وواقع نفس الأمر حق أو واقع نبو نسخ القرآن بحديث أحد واقع نبو إلا بحديث بسنة متواترة نبي وقيل وقع بالأحاديث قيل ربا أحاديث رويدا وكحديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث فإنه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين أو حديث ناسخ أو آتي كتب عليكم واجب كرا ولا سرتان إذا حضر أحدكم الموت أجر موت لتان نزيبوا إن ترك خيرا أجر كابري كقرار وابمري مالكي لفاش خوي بزيبي الله تي كتب عليكم الوصية واجب كرا وصية بوالدين وبوخزمان وكه وصيتي بك او بدري بوي او بدري بوي او بدري بوي وصيه بوارث دبا حديث لا وصيه لوارثين منسوخ كراوته او حكمه قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الناس المين عدم تواتر او نوع احاديثانك ظاهرا احادا ظاهرا متواترين وما متواترين ولي بو أو مستهدانك قبل ما بونو حكم عن بنسخي كدو تولى تاريخي أوان را شاكا بوان متواتر بو
شونك أوان فرقان ده قال ما أو بولا نسلمه شنو قريب العهد بول لزماني في غمر صلى الله عليه وسلم ده كريش تيج ده زماني وان ده متواتر بوبه بعدها تواترك إلى ده زدابه تواترك إلى من نجيش تبه دشكري وانا بي دي باك بكري وانا بي قصي وكابره هيك كبقي با 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 أحادي جدوه تمام أما سوري دوغرين خوزره ريناكي ساكا وما اللي كردوش تكا بهي جور معكم نبينا بيت خوش با أحد ببا با أحد بي تمام بل قال الشافعي رضي الله عنه وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة تاكا والسنة هذا فهمه المصنف من قول الشافعي رضي الله عنه في الرسالة لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه ثم قال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنته ولو أحدث الله في أمر غير ما سن فيه رسوله لسن رسوله ما أحدث الله حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته انتهى أي سنة ناسخة لسنته أي موافقة للكتاب الناسخ لها إذ لا شك في موافقته له كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقد فعله صلى الله عليه وسلم وهذا القسم ظاهر في الفهم والوجود والأول محمول عليه في الفهم محتاج إلى بيان وجوده ويكون المراد من صدر كلام الشافعي أنه لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب وإن كان ثم سنة ناسخة له ولا نسخ السنة إلا بالسنة وإن كان ثم كتاب ناسخ لها أي لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عالي عاضد له ولم يبال المصنف في هذا الذي فهمه وحكاه عنه بكونه خلاف ما حكاه غيره من الأصحاب عنه من أنه لا تنسخ السنة بالكتاب في أحد القولين وشي ولا الكتاب بالسنة قيل جزما وقيل في أحد القولين ثم اختلفوا هل هذا بالسمع فلم يقع أو بالعقل فلم يجوز وقال بكل منهما بعض وبعض استعظم ذلك منه لوقوع نسخ كل منهما بالآخر كما تقدم وما فهمه المصنف عنه دافع لمحل الاستعظام وفلان دلاء شافعي فرميتي رضي الله عنه هر وقت واقع بو نسخ قرآن بسنة حتما أو سنة قرآن چي عالي دي دقلا قرآن چي دقلا ككومجي بيدكا عالي دي سنتك يو بياني دكا بيان دكا توافقي كتاب سنة يعني وقت يجي تاكا قرآن بسنة نسخ بو أو سنة خالي لوجود قرآن تاكا دقاليتي منظوري معي لمعيتي مقارنني منظوري وجودا تاكا مصاحبة دا حكم ناسخ بون دا يعني اگر قرآنك هبو سنة ناسخي هبو إلا ولا بد قرآنك شيكا كا دقال سنتكي هاوريا هما هنگا و عاليدي سنتكي بو نسخ قرآنكي وتبييني اويدكا او وانكا او قرآنيا توافقي اي كتاب السنة كيدا نسد حكمي ناسخ كيدا بحكم آخر منسوخ كي أو نسخ السنة بالقرآن هر وقت واقع نسخ السنة بقرآن قرآن كشبة يعني دو وقت جدا فمعه سنة عاضدة له دقى القرآن كي سنة كي كعالد قرآن كي أو سنة عالدة بيان توافق كتاب السنة ذكا هذا ما فهمه المصنف تاكا من قول فهمه المصنف من قول الشافعي خيلين سوما هذا فهمه المصنف من قول الشافعي رضي الله عنه في الرسالة كقول الشافعي دا رسالة دا أوي
أو نقلي بالمعنى كردويتي وفهم يقبو كلام شافعي دا الرسالة دا كردويتي كلام شافعي دا الرسالة دا أويا القرآن هو عاضي دبو السنة ده ما شو السنة ده بتاع عاضي دبو القرآن يعني القرآن بتاعنا بتناسخ من سنتي يعني عالي بونك او بياني توافق القرآن والسنة دكا بياني ودكا كف يا غنبر صلى الله عليه وسلم عملا نج مخالفتي قرآني انك بدو دكا القرآن يقبو عالي بونك او يعني ومعناه وني بتني شي فاهدناك عالي دي شواك تبين توافق الكتاب والسنة تمام بلا تقوية هر هي اي تقوية بضعيف ايش دروزنيا نعم. أيوة.